دلوقتي هنتكلم عن الأحمال وإزاي تظبط البارامترز بتاعتها وأنواع الأحمال اللي عندنا. أول حاجة هنجيب مثلا عندنا باسيف لود، بعدها هنجيب لايتنج لود، باور سوكت لود، وموتور لود. هتلاحظ هنا أول ما تختار أي سيركت منهم بتظهر لك البارامترز بتاعتها. هنا أنت مختار سيركت مش كومبوننت معين او اكوبمنت معين في السكن، انت مختار سيركت عموما، فبيجيب لك هنا الخصائص اللي هي العامة او الاهم فيهم. لكن ممكن لو عايز تخصص اي اكوبمنت منهم تختارها هي بس، هيجيب لك معلومات او الخصائص بتاعتها لوحدها. طبعا بتبقى خصائص زيادة. انت انا ممكن ضغطة واحدة بتختار الكومبوننت كله، او لو عايز تختار حاجه واحده بس بتضغط على اسمها كده تطلع لك الكومنت بس اللي انت عايزه. نمسك اول لود عندنا اللي هو الباسيف لود. عندنا هنا اللود ده الاسم بتاعه. بعد كده انت عشان تحدد الباور بتاعه الحمل في عندك 3 طرق انك تدخل الباور بتاعتك. في انك ممكن تدخلها بالكيلو فولت امبير او بالكيلو واط او تقوم تضرب بالامبير. هتلاحظ هنا علامه اللي هم كل ال3 قوائم دول لينكد مع بعض، هتدخل اي قوة منهم الكومبتيتر التانيين هيتحسب. هو البرنامج بيحسبها انت مدخل له كده كده الباور فاكتور بمعلومات اي قوة من دول بيقدر يحسب الباقي. ده الباور فاكتور، ده اللود فاكتور، عدد الدوائر اللي لها نفس الخصائص، نمبر اند تايب اوف كوندكتور، عندك كوندكتور شكلها عامل ازاي، سيرفيس اند نيوترال، سيرفيس بس، تو فيس، سنجل فيس اند نيوترال، في فولتج دروب تولرانس اقصى قيمة الفولتج دروب اللود يقدر يشتغل فيها، الرينج بتاع الفولت اللي يقدر يشتغل فيه الحمل قيمته قد ايه. احنا كنا في بداية البرنامج احنا بنظبط البروجكت بارامترز خليناها 4%، بروجنرك لود اللي هي الأحمال العامة خليناها 4%، ممكن تغيرها من هنا أو من هنا عادي. بعد كده عندك الفاينل لود. يعني ايه الفاينل لود؟ انت عندك ممكن الحمل ده يبقى بيعبر عن حمل اساسا موجود عندك، او تكون انت حاطط الحمل ده بيعبر عن سويتش بورد موجود. طب ايه الفرق؟ هنا بيعتبر ان ده فاينل لود، ده حمل النهائي عندك. لكن في الحاله التانية اللي هي نو بيعتبر ان في سويتش بورد او لوحه تانيه ده الحمل ده بيعبر عنها. اللوحه التانيه دي بيكون فيها اجهزه حمايه او سيركت بريكر، فبالتالي بيحتاج يعمل كوردينيشن بين السيركت بريكرز دي مع اجهزه الحمايه بتاعه السيركت. بعد كده عندنا ده حمل موتور ولا لا، نون لينير لود موتور ولا لا. بعد كده نون لينير لود ده حمل لينير ولا نون لينير، الحالة دي هنخليها نو. عندك توتال هارمونيك ديستورشن، قيمة الهارمونيك ديستورشن قيمتها قد ايه. خش بعدها في اللايتنج لود. في الاوبشنز عندها برضو هنا هتقدر تحدد الاسم بتاع اللود اللي عندك. لازم اللايتنج لود اللود بس، لكن لو كنا اخترنا البتاع هنلاقي هنا السيركت اسم السيركت نفسه، لكن هنا احنا بنختار اسم اللود بس بتاع اللايتنج. type of lamp، نوع اللمبة بتاعتك، جايب لك هنا options كتير تقدر تختار منها. اللمب يونت قيمة الباور بتاعت اللمبة الواحدة قد ايه، لمبة واحدة تقدر تختار من هنا. البالاست يونت الملف الخانق، الباور اللي بيسحبها قد ايه او اللوسز اللي فيه قد ايه، دي محتاجة برضه في حسابات التيار، لان الباور النهائية او اللي بحسبها هي الباور بتاعت اللمبات زائد الباور بتاعت الملف الخانق. بعد كده number of lumens عدد الكشافات، نمبر اوف لمبه اللومن ده عدد اللمبات اللي في كل كشاف، الباور فاكتور، التيجرنج كارن، اللود فاكتور، عدد الدوائر اللي لها نفس الخصائص، نمبر اند تايب اوف كوندكتورز، عندها برضو سيرفيس زي النيوترال سيرفيس وهكذا، الفولتج دروب، الرينج بتاع الفولتج دروب اللي يقدر يشتغل او يتحمله الحمل، فاينل لود ولا لا، لا قبل كده، نون لينير لود، هنا قيمة الهارمونيك ديستورشن قد ايه، في عندك قيمة الحمل بالكيلو فولت امبير وبالباور بالكيلو وات وبالامبير. هطلع زي يقول لك توتال ريتد باور اللي هي بتاعه اللمبات زائد الملف الخضر، هو اللي بيحسبها. انت بتختار هنا اللمبه بتاعتك، هو بيحسب القيم الباقي.
خش على السوكت هنا برضو هتلاقي هي هيها قيمة الحمل بالكيلو فولت امبير، بالكيلوات بالامبير، الباور فاكتور، اللود فاكتور، عدد الدواير، نمبر اند تايب اوف كوندكتور، الفولتج دروب، النون لينير ولا لينير لود، الهارمونيك ديستورشن. خش بعد كده على البوب بتاعه اللي هو الموتورز. في عندنا اول حاجة بتختار نوع الستارتنج بتاعك قد ايه، والاوتبوت ميكانيكال باور، والاي ستارت، نسبه الاي ستارتنج للاي ريتد، والسبتانزنت كارنت الاي ريتد، والباور فاكتور قد ايه. عشان القيم دي تعدلها بتعمل حاجه اسمها لانش الموتور ريسك. دي بتقدر تحدد منها كل الداتا الخاصه بالموتور بتاعك. اول حاجه الميكانيكال اوتبوت باور تختار منها، انت عايز تعمل بروتكشن ولا لا، الاي سب دبل داش ستارت للاي ريتد ده اللي هي السب ترانزنت كارنت، النسبه بينه وبين الاي ريتد. ايه هو السب ترانزنت كارنت ده؟ في حالات الستارتنج اول سايكل من التيار دي اسمها السب ترانزنت كارنت وبتكون اعلاهم، بعد كده التيار بيبدا يقل تدريجيا، لكن اول قيمه او اقصى قيمه في البدايه اللي هي الفيرست سايكل للتيار هي دي السب ترانزنت كارنت، النسبه بينها وبين الاي ريتد قد ايه، اكبر من 19 ولا اقل من 19. الاي ريتد قد ايه هو برضو اللي بيحسبها من الميكانيكال او الباور. لو اخترنا مثلا 18 ونص هنلاقي قيمه التيار زادت وبناء على الباور فاكتور والجوه اللي احنا مدخلينه. بعد كده عندنا الاوبشنز اللي تحت دي بتعتمد على نوع الستارتنج اللي انت هتختاره، ده اللي هو الموتور فيدر، الفيدر بتاع الموتور، والسيمر بروتكشن، والكونتاكتور. في اول حاجه عندنا هناخد اللي هو انواع الستارتنج اللي عندها دايركت اون لاين وستار دلتا وفاريبل سبيد درايف وسوفت ستارت، ده زي في البرامج اللي فاتت. الاوبشنز تحت دي بتتغير مع تغير التايتل البدء. مثال لو اخترنا مثلا دايركت هنلاقي في عندنا هنا اوبشن اللي هو بيقول ريفرسنج ولا لا، نسبة بين الاي ستارتنج والاي ريتد قد ايه، السيرمر البروتكشن الاوفرلود بتاعك هيبقى انتجريتد مع الكونتاكتور ولا سيبريت ريلي جزء من فصل لوحده ولا نمبر فرنس، يعني مش هتفرق، يعني هو يختار البرنامج يختار المناسب وخلاص، مش هتفرق انهي واحد من دول. بعد كده ويز كونتاكتور، هل تستخدم كونتاكتور، ممكن تستخدم كونتاكتور او ما تستخدمش عادي. هنلاحظ في حالات تانية ان هو لازم تستخدم كونتاكتور، يعني الاوبشن بتاعه ده مش موجود، هنشوفها دلوقتي. تايب اوف كوردينيشن، تايب واحد ولا تايب اتنين، وهنقولها دلوقتي. كونتاكتور تايب، الكونتاكتور بتاعك هنا دايما سيبر ديفايس. لو غيرنا دي خلينا مثلا ستار دلتا، هنلاقي ريفرسنج اختفت من هنا، وقمت الاي ستارتنج الاي ريتد غيرت، انت برضو ممكن تعدل فيها براحتك. هنا برضو السيمر بروتكشن بتختار من هنا، والنوع بتاع انتجريتد ولا سيريت ريلي. هنلاحظ هنا ويز كونتاكتور لازم يستخدم كونتاكتور، في حاله الستارت انت مفيش اوبشن اللي هو نو. تايب اوف كوردينيشن سيبريت ديفايس موجود زي اللي فاتت. خش بعدها على الفيربل سبيد درايف، هنلاحظ هنا في اللي هي تغير خالص. في عندنا هنا اول حاجه هنا عندنا هنا اوبشن قبل كده اللي هو ايه اللي هو السيمال بروتكشن، ده مش موجود في الفاربوس بيت درايف، مش الاوبشن ده مش هتلاقيه موجود. بعد كده ويز كونتاكتور لازم تستخدم كونتاكتور، التايب اوف كوردينيشن كذلك الكونتاكتور تايب قد ايه، التايب بتاعه ايه، سيبر ديفايس زي الباي. خش بعد كده في الاوبشنز او الخصائص بتاعه الفاربوس بيت درايف. في اول حاجه نمبر اوف اند تايب اوف كونتاكتورز، تلاقي 3 فيز بس، لان قلنا في زي البرامج اللي فاتت ان الايكوديال بتعامل مع 3 فيز موتور، 3 فيز اندكشن موتور، يعني لا سنكرونس ولا دي سي ولا حتى سنجل فيز اندكشن موتور، لازم 3 فيز ومفيش نيوتن. ترانزنت اوفر تورك بتاعك هنا ستاندرد بس. في قيمه الاي بي بتاعك او البروتكشن اندكس اللي تستخدمه، في عندك اوبشنز هنا. خش بعدها في السموث ستارتر، هيجيب لك هنا برضو هتلاقي في اختلافات زي كنت الاي ستارت بالنسبه للاي ريتد، كومنت اللي بتقدر تدخلها، سيما بروتكشن،
هي مفيش قدامها غير اللي هي integrated، مفيش separate. Voice conductor yes، مفيش option اللي هو no. طب في coordination واحد واتنين و conductor type separate device. ال type of coordination ده احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي فات، بس هنقوله دلوقتي بصورة سريعة. ده اللي هو خاص بالكومبوننت اللي بختارها في حالات الابنورمال والفولت اللي بيحصل لها. انت عايز كومبوننت تقدر تتحمل حالات الفولت والابنورمال وما تتدمرش، ولا عايز حاجات اللي هي تقضي الغرض وخلاص عشان يقدر يختار لك من الكتالوجات بتاعته. يعني مثلا طيب واحد ده ممكن يختار لك كومبوننت يحصل دامج للكونتاكتور والثيرمال ريلي، ده ممكن يتدمر في حالات الفولت، بس بشرط ان هو برضو مش هيجيب لك اي حاجه وخلاص، لا هيجيب لك حاجه اللي هو ما يحصلش عنها ضرر، مش هيحصل اي ضرر لبقيه الكومبوننت او للمستخدم بتاعك، بس هو الكونتاكتور والثيرمال ريلي ممكن يتدمر. ده طبعا اللي بيبقى اسعارهم اقل، بس الكونتينيوتي بتاعت السيرفيس بتكون اقل، او الاستمرارية بتاعت الخدمة بتكون اقل. في تايب اتنين ده الكونتاكت والسيمر ريلي مش بيحصل لهم دامج في الحالات الفولت ولا حاجة، يقدروا يتحملوها. اقصى حاجة ممكن تحصل لهم اللي هو نتيجة التيار العالي ان الكونتاكتس بتاعت الكونتاكتور اللي هي زي تلمس او تلزق في بعض نتيجة الشورت سيركت، بس ممكن تتفصل عن بعض عادي. دي طبعا بتحتاج من صيانة أقل، والكونتينيوتي للسيرفيس بتكون أعلى، والسعر برضو أعلى. كده خلصنا المودر ويزر أوكي. بعد كده القيمة بتاعت الكيلو فولت أمبير والكيلوات والأي ريتد دي هو بيحسبها. احنا مختارين بقية القيم فوق، اللود فاكتور عدد الدوائر، الفولتج دروب تولرانس ليه قد ايه، وفي حالات الستارتنج اقصى فولتج دروب بيحصل ايه، وده لينير ولا نون لينير لود، لو عندك هارمونيك قيمة الهارمونيك ديستورشن بتاعتها قد ايه. كده تقريبا نكون خلصنا الاحمال بتاعتنا. بعد كده هنمسك بقية الكومبوننت، مثلا هناخد الكابلات لوحدها في فيديو لوحده، السيركت بريكرز او اجهزة الحماية عموما في فيديو لوحده، كذلك المصادر UPS الباسبار وهكذا.